كيف الانستغرام معك؟ ماشي الحال الحمد لله، كله تمام. الانستغرام عدد مره رهيب واصل فولورز جدا انا الحمد لله يعني. ها في ما شاء الله ناس عاملين جروبس وقاعدين يعني بينشروا في ال... يا سلام الدي ام يعني عليك. بس ما تحس انه في شيء ناقص قد تكلمنا عنه قبل؟ اي ايش هنا ايش هو الهايلايت؟ اي بالنسبه لي كثره الهايلايتس في الاكونت تخليها مزعجه بصريا، فما احب ذا الشيء. خلينا نفتح الفيسبوك. أوكي. تمام. اي انت عندك الفيسبوك في الفوتو كفر yeah. عندك لسه ما حطيتها، ما ادري ليش حطها اسود. الكفر اللي انا كنت عامله مع الديجيتال تيم كان ما هو راضي يركب، فحاولت اني اركبه بالجوال ما هو راضي يزبط ابدا، فقالوا لي يمكن احتاج لابتوب او حاجه زي كذا، فالصراحه اجلته شويه رغم انه مضايقني والله، بس كان في اولويات ثانيه. حلو تمام، نبغى نركز عليه. هلو قلنا لازم ايش نصور للفيسبوك. يا سلام ستوري خاص للفيسبوك. اليوم رايح بدر لازم تصور ستوري للفيسبوك خاص. في ناس في الفيسبوك يستنونك، يستنون يتابعون الستوري حقك. اكيد لازم اعمل محتوى خاص للفيسبوك، وان شاء الله الفتره دي حابدا اشتغل على الموضوع ده. الفيسبوك عندك برضو الاباوت بيج. اباوت بيج ما انت حاط فيها شيء. اللي هو زي البايو في الانستغرام. زي البايو في الانستغرام، اشياء عنك. انت حاط سينجر بس صح؟ فعلا. عندك البايو لينك؟ يا موجود. اول شيء تسويه الحين انسخ البايو لينك من اي مكان وحطه، واكتب حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا. اوكي فانت بقى احطه بالضبط، وريني هنا مكان اللينك. انت حاط اللينك تبع الساوند كلاود. اوكي صح؟ يس. هلا سلام. ممكن حبيب الاخبار؟ كيف الدنيا؟ تمام الحمد لله. هذه الطبقة اللي أخيراً بناخذها. متحمس صراحة كثير كثير عشان أبدأ أشتغل أول عمل لي، ونحط اللمسات الأولية مع الأستاذ حسن. الله يحبني وجاب الحظ لي عندي، جابك يا روحي هدية بصعب وقاتي. بالنسبة لي أنا عالقة براسي من أول ما سمعتها صراحة الأغنية، وأرددها على طول في كل مكان أرددها. again كمل. كم أنا حظي يا روحي حطي في يدي، كل ما تمناه من قلبي دعواتي، وعوضني ربي معك الوردي. عادي عادي. وعطاني ربي هواك بقد نياتي. الله هذه لا صفر طبقة الطبيعية. كان في اختلاف بسيط في موضوع طبقة الصوت وكيف ناخذها من اي مكان، لانه الاغنية فيها صعود شوي. كان حظي يا روحي. انا خاف اعطيك ماينس 1